الحاجه اللي هي فريده من نوعها شنو هي؟ وهو اننا اكتشفنا اصوات اللي ما كناش كنعرفوها، بحال السيده اللي دات الجائزه الاولى تبارك الله عليها، عصفور. شيخ السلام حسن زغروده بمدينه مراكش. تبارك الله. كنت عندي واحد 90% بانني غادي نفوز بحكم يعني عارفه القدرات الصوتيه ديالي، ولكن هذه ماشي مجامله ولا ثقه في النفس، مي ديجا كنعمل الغرناطي والملحون يعني في الدار كهويه، وهذا العام عاد عندي كونسيرفاتوار ان شاء الله دي السنه الاولى. وكنوجه تحيه ديالي لجميع النساء اللي حاضرين هنايا.